فقلت يا بسم الله بكتب على العلامة قبل ما نبدأ إن الكورس ده مش مترتب على بعضه، مش بريكويزيت لبعضه، يعني أجزاءه مش بريكويزيت على بعضها، يعني مش كل جزء لازم أكون مخلص الجزء اللي قبله. المفهوم ده في الكورس ده مش صح، بس الكورس اللي فات كنا نقول أه الكلام ده، لكن الكورس ده بأكد إن كل جزء منفصل، يعني الجزء الأول كله لغاية الفايلز والكلام ده لغاية سي إس بي فايل ماشي الحال، وممكن كمان الاكس ام ال معاه عشان فايلز مش مشكله. لغايه المنطقه دي كده انت ده يعتبر كورس لوحده على بعضه، ما فيش مشكله خالص، ما فيهوش اي مشكله ولا اي ازمه. السي وخلاص ده اول جزء. لو جيت درست مثلا الجيسون ومعاهم الريست فول اي بي اي، او ممكن يكون ده لوحده، مش لازم اكون درست قبل الاكس ام ال ودرست قبل السي اس في، مش شرط مش شرط. فالجزء ده مش معتمد على الجزء ده. طيب دخلت على الفاير بيز مثلا، ممكن اعمل بلاي ليست مثلا فيها الفاير بيز والبيستفول اي بي اي وخلاص على كده، مش ودي منفصله، مش لازم اكون بقى درست كل اكس ام ال ودرست السي اس بي فايل ودرست، لا لا مش شرط مش شرط. تمام، موضوع منفصل. طب احنا دلوقتي شغالين في الماي سيكوال، احنا دلوقتي شغالين في الماي سيكوال. طب في الماي اس كيو ال انا مثلا لازم اكون عرفت الفاير بيز والريستفول اي بي اي والكلام ده؟ لا مش لازم خالص اصلا. طب الاكس ام ال، طب الفايلز، لا 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 مش اي كلام من ده. انا ممكن على طول مباشره ابدا مع الماي سيكوال داتابيز على طول. ينفع؟ اه ينفع على طول مباشره، مفيش اي مشكله خالص. مش بيزد اون اللي قبليه. مش بيزد اون اللي قبليه. نشتغل على طول من اول ماي سيكوال مع البايثون ونبدا على طول. اه نقدر. خلاص مش هيبقى محتاجين لابو. فالشباب عشان كده بقول للناس اللي مش ملحق او معانا او كده، هو انا اتمنى امشي ابطا من كده، بس والله مش هينفع، لان يعني احنا ماشيين بطيء فعلا، يعني احنا بالعكس عايز اجري كمان وانجز، يعني الحاجات اللي بالطول بتبقى بايخه شويه. لكن باكد على الناس مش لازم تمشي فيديو فيديو في الكورس ده، لا غلط. يعني موضوعات موضوعات، انا ممكن اقسمها ليكم كذا بلاي ليست، خلاص، بحيث يبقى كذا كورس او كذا مستوى جوه الكورس وكذا بارت، وده بارت ده مستقل بذاته، ده بارت ده مستقل بذاته، ده بارت مستقل بذاته، بحيث ان انت مثلا عايز تلحقنا وتبقى معانا دلوقتي، اه خش معانا على الماي سكول على طول، ما يهمكش. هتقول طب الحاجات اللي فاهم اللي باقي احس ان انا مش فاهم، بقول لك الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح، لان ده ملوش علاقه. حتى انا في الماي سكول خالص ما تعاملناش مع فايل اساسا. مفيش فايل حتى فتحناه ولا باث ولا اي حاجه خالص. نتكلم على موضوع خالص ملوش اي علاقه باللي قبله. هو بس العلاقه الوحيده ان احنا بالكورس ده بنتكلم مع البايثون يتعامل مع الداتا، خلاص مع كل الداتا بقى، من الفايلز الداتا بيز من الجيسون للريست فول اي بي اي اللي مش عارف ايه كل بس هو في الاخر هنا هو ما استخدمتش الكود اللي قبله، وبالتالي مش هيبقى عندي اي مشكله ان انا ابدا من هنا، لان التاني ما بقاش بالريكويزيت لده، ما بقتش ينفع اما اخش هنا على الماي سيكوال واقول لا انا عمري ما افهم الكلام ده. ليه يا عم عمرك ما تفهم الكلام ده؟ عشان ما فهمتش اللي قبله. الكلام ده مش صح، مفيش. احنا بدانا من الماي سيكوال، بدانا موضوع جديد، بناخد اس كيو ال، مش داخلين في اي تفاصيل تخص ولا الجيسون ولا الريست فول اي بي اي ولا السي اس بي فايل ولا الاكس ام ال ولا اي حاجه خالص. بدانا في موضوع جديد خالص اسمه ماي سيكوال وبايثون واس كيو ال وخلاص. فمش محتاجين، حتى ما فيش معلومه انا بقولها ببقى معتمد فيها ان الناس واخدت معلومه قبل كده، لا ما فيش حاجه اصلا. ولذلك اللي مش قادر يتابعنا يقدر ينسق عمله خلاص بان هو يرتب. لو بالنسبه لكم كويس ان انا اعمل لكم كل جزء بلاي ليست منفصله وابعثها لكم كامله على بعضها، انا نو بروبلم، يعني اعملها لكم يعني. زي كده دكتور، يعني احنا ممكن بس يعني ايه السؤال بتاع زميلنا بيسال، بيقول سؤال مهم على فكره، سؤال في غايه الخطوره يعني. يقول انا مش ممكن نهرب من الاس كيو ال ونكتب مثلا بحاجه زي كان هو تقريبا خلفيته دوت نت، فبيقول كان في حاجه اسمها الاي دي كيو، خلاص ممكن تختصر لي حاجات كده وبتكتب باشكال ابسط وتبقى لغه عارفاها، وهل دي متاحه عندنا في البايثون ولا لا؟ فقلت له لا، هنا بتكتب اس كيو ال، بس في حاجه ثانيه كان ممكن كانت حاجه يعني هي بنسميها احنا كميه ال اس كيو ال
الابيرال دي او التوب كيت دي خلاص اللي هي الاس كيو ال الكيمي دي دي مختصه بان هي بتشتغل فكره الرابر ده او فكره انك تهرب من الاس كيو ال اكسبريشنز يعني وتبدا تستخدمها هي في حد ذاتها كلغه بديله للاس كيو ال ذات نفسه. يعني الله يكون حاطين اكزامبل او حاجه اوريكم الفكره بتاعتها لان سؤال مهم يعني. خلينا نخش في اي مثال كده. مش عايزين فيديوهات. لأ مثال مكتوب بس. سلايدز ماشي اي حاجه. ماشي الحال. لاحظوا هنا ايه اللي حصل؟ هتلاقي ايه؟ انه هو هنا عايز حاجه تكون ابسط هما الاساسيه. المهم يعني هو طبعا عشان هي ليها نظام وبنعرف بالديفاين بتاعي يعني هنا ان هو عمل فكره ان يوزر دوت فلتر تمام؟ يوزر دوت فلتر دي اللي هي بديله الوير. فحط الادرس از ستريت قال بتساوي 1 2 3 4 مش عارف ايه. وبعد كده دوت في عندنا حاجه اسمها هاز نان ان الادرس سيتي كون بتساوي مثلا يو كي مش عارف ايه كده. ده الشكل بتاع الكويري الخاص بالايه؟ بالاس كيو ال ايه؟ الكيميت. الاس كيو ال بقى الاساسي اللي هو كان اللي احنا بنتعلمه دلوقتي اللي هو سيلكت اسك فروم يوزر وعمل جوين ما بين تو تيبل جوين كذا وكذا وجمله الاس كيو ال اللي هي الستاندرد الطبيعيه. طبعا هو بيجيب لك مثال انه عايز يقول لك ان احنا احسن يعني فهو جايب لك جمله اس كيو ال معقده وعاملها هو سب كويري ومش عارف ايه وهنا عامل جمله بسيطه لكن طبعا ده مش يعني هو بيحاول يظهر لك ان احنا ان الطريقه دي اسهل وكلام زي كده بس طبعا ده مش دي النقطه الجوهريه في الموضوع. تمام؟ لكن هو في نفس الوقت عشان يعرف يعمل دي اصلا لو السلايد دي حقيقيه يعني بما انكم بتتعلموا السلايد دي لو حقيقيه هيقول لك اصلا عشان اوصل للحته دي عملت ايه؟ انا عملت فايلات عملت ملفات كامله عشان اقدر اوصل للفكره دي يعني عشان اوصل للعلامه دي يعني لازم مثلا اعرف كلاس اسمه يوزر فاهمني واحط جواه كولومز واعرف وديفاين الكولومز واعمل الكلام ده عشان اقدر اوصل للحته اللي هو عملها في الاخر الملخصه دي بس هي وراها برده شغل كتير اتعمل عشان اقدر اوصل لده لكن دي بتقوم بفكره شبيهه للي سال على ال اي ان كيو لو جدوه في دماغه خلاص فادي الايه الابيري دي ودي ممكن نتعرض لها ان شاء الله بس هي حاجه من الحاجات المهمه وبتنفع كمان في شغل كتير في الباك اند بتاع السيستمز يعني تمام طيب